السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله أنا جاية كده بفيديو معاكم هنعمله مع بعض. حابة أقولك فيه على حاجة. ولادك في المدرسة، وديتيهم خلاص، خلصتي اللي وراكي، حاولي تخطفيلك كده ساعة اقعدي فيها مع نفسك، جددي فيها نشاطك عشان تقدري تكملي بقية يومك وانتي راضية عنه. طيب انتي بالنسبة لك المشروب المفضل اللي هتعمليه اي حاجة انت بقى بتحبيها، سواء بتحبي قهوة، بتحبي شاي، نسكافيه، اي حاجة انت بتحبيها تعمليها وتقعدي تستمتعي بيها كده مع نفسك. المهم تجددي نشاطك وتبدأي بقى بقية يومك، تكملي بقى الحاجة اللي وراكي بنفس مفتوحة. فانا النهاردة انا بالنسبة لي القهوة، بس في حاجة، احنا عملنا القهوة قبل كده مع بعض، بس دي حاجة انا اشتريتها، انا لقيتها في السوق، الكنكة الفخار دي عجبتني قوي وعجبتني فكرتها، وتأكدت يعني من المكان اللي اشتريته منها انها بتتحط على النار عادي. فانا ان شاء الله هعمل كده، هاخد لنفسي ساعة ريست، هشرب فيها فنجان قهوة بس في الكنكة الفخار دي، ان شاء الله كده نعمله مع بعض واقول لك رأيي فيها. انا حابة المرة دي اشربها في الاستكانة الصغيرة دي، هعملها واقول لك رأيي فيها بصراحة، ونشوف اذا كان طعم القهوة في الفخار هيفرق ولا لا. بس عموما الفخار معروف يعني بيخلي الحاجة بصراحة في الاكلات وكده طعمها اجمل بكتير، فاكيد في القهوة هتفرق معاها قوي. انا مش هكتر بن خالص عشان الكوبايه بتاعتي صغيره قوي. عموما الكنكه ديت يعني ما بتاخدش فنجان كبير، بتاخد الفنجان الصغير عادي. قبل بقى ما تدو يعني ما تحطيها على النار، دوبيها قوي كده. هحطها على نار هاديه خالص، والميه بتاعتي كانت ساقعه. احطها على نار هاديه وارجع لك. خلاص انا طفيت عليها اهو، عايزه اوريكي بس حاجه، ان انا طافيه. بصوا الغليان اهو زي ما هو، خلي بالكم علشان الفخار درجه يعني سخونته عاليه، فاول ما تحس ان طلع لها وش كده ارفعيها من على النار. بصوا هي لغايه دلوقتي بتغلي. بس ريحة البن مع الفخار ريحته حلوة جدا. ما شاء الله، بصوا الوش، هي ريحتها اصلا بتحكي عنها جميلة جدا. انا بقى ايه، اسمي الله كده، هدوق. تحفة القهوة مع الفخار جميلة جدا. لو لقيتيها الكنكة دي ما تترددليش وجيبيها، حلوة جدا وفرقت جامد قوي 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 في طعم القهوة. ما شاء الله القهوة فيها جميلة جدا، انصحك بيها ان شاء الله كده تجيبيها وتعدلي كده مزاجك بفنجان قهوة، وتخطفي لنفسك ساعة، ولادك في المدرسة، لنفسك انتي تجددي بيها نشاطك. واشوفك بقى في فيديو جديد على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.